مساكم الله بالخير وين ما كنتم مشاهدين القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت وبالتحديد في برنامج قانون اللعبة. حديثنا المشوق والمطول حول التصوير ما تحت الماء كان من خلال سلسلتنا الماضية بثلاث حلقات أو أربع حلقات، والله ما شاء الله تعدي الحلقات، ولكن كان الحوار كثير حول نقول تصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو. لكن البيئة البحرية وجمال البيئة البحرية في الكويت أو خارج الكويت، وين نقدر نغوص ونشوف اللي ما نشوفه فوق المستوى أو الأرض المستوى تحت الماء؟ أكيد أمر مختلف، يعني في جمال كثير ربما تقول أخ أبي أكسجين تحت، شلون؟ هذا اللي راح نعرفه من بعد السيرة الذاتية حق الكابتن مهدي بن حيدر. خلونا نرحب فيه الكابتن مهدي بن حيدر في قانون اللعبة. حياك الله كابتن مهدي. الله يحييك كابتن محمد. أنا قلت اللي عندي في المقدمة. الله يعطيك العافية. أبيك تنطلق أنت وتسولف لي عن أجمل الأماكن أول شيء في العالم. كابتن محمد خليني أقول لك شغلة. قول. طبعاً عندنا إحنا الكرة الأرضية يعني أو عالمنا هذا 70% متغطية من الماي. الماي. نعم. هذه معلومة كنا وإحنا صغار ناخذها بالعلوم ولا يومه. حلو. طبعاً خلنا من كنا قاعد تزيد. والله يمكن مع الذوبان الجليد اي كذا قاعد تزيد. نعم طبعا خلنا انه هي كره ارضيه والمسطح هذا مالنا شيء. حلو. في شك انت بالامر؟ لا انا لا انا 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 اشوفهم يسولفون فانا كره ارضيه حبيبي. تمام. ما عندي روح دعم. حلو. تمام. وايد اماكن ما تم اكتشافها. نعم. لكن في اماكن احنا دائما نروح لها اللي هي يعني البحر الاحمر من اجمل مغاصات الوطن العربي. نعم. العالم. أأمن العالم أجمل وأأمن، ترى في فرق بعد هذه كلمة. شوف. الأأمن الأأمن المشكلة هي من الغواص نفسه مو من البيئة البحرية، احنا نسبب المشكلة، احنا على قولتهم ندش على البيئة نفسها، فاحنا اللي قاعد نسبب الخلل أو نسوي المشكلة. نعم. بس انت خليك بالسيف سايد ما في أي مشكلة. جميل. طبعا هم مكانين أحلى مكانين بالعالم اللي هو جريت بارير ريف في استراليا. نعم. والبحر الأحمر نفس الطريقة، اللهم هناك في امتداد اكبر. ايه. وهني في تنوع اكثر. حلو. هذه النقطه اللي تختلف. انا ما غصت في استراليا. اذا في مكان ثاني يقول حلو بالمكسيك كانكون. كانكون تصير كهوف. إيه. وما يعد وهذيك غوص ثاني غير البحر. حلو. يعني في هذاك مو بحر. لا اكثرهم يغوصون في الكهوف. حلو. ويكون ما يعد بعدين يختلط بالماء المالح. جميل. هذا نوع ثاني من الغوص. حلو. غوص الكهوف ولا متعه. جميل. ولا ناسه. نعم. نتكلم بالغوص العادي. البحر الاحمر وايد جميل. اول شيء بالنسبه لنا احنا الكويت قريب. صح. ساعه ونص انت بشر. صح. امورك طيبه. حلو. الصيف هناك ولا اي؟ طبعا الناس تغوص فيه بالشتاء، انا غايز شهر 3. اي ودي اسال بعد اي وقت يفضل، في الصيف في الشتاء؟ اي وقت. اي وقت ما عندنا مشكله. لا بالغوص ما يفرق اي فصل؟ ما يفرق. انت عندك بدله كابتن محمد. نعم. عندك بدله، انت لازم تعرف المكان اللي تبي تروح له. هل هناك المكان بارد؟ يعني في البرتغال كنا نلبس بدله 5 ملي سماكتها. اوكي. لان الماي بارد. صح. ولما تطلع هم الجو بارد. نعم. في شرم الشيخ العاده نلبس شورت ويمكن حتى من غير تيشيرت. نعم. من غير اي سكن سوت. صح. ومرات لا اذا رايح بالشتاء يعني شهر 1 2 3 تحتاج 3 ملي، وفي شغله اسمها دراي سوت. هذه اللي تدش البحر وتطلع ما تحس ما تتبلل. ايه. نهائي. صح. طبعا احلى الاماكن البحر الاحمر بالنسبه لنا احنا، في اعماق، في تنوع بالاسماك، الوان تشوفها تحت الماء، ومو كل واحد شاف. لا احد يقول لك انا شفت بالسنوركل، اللي شفته بالسنوركل يمكن 5% من زين الباقي لا يمكن ما شفت يمكن 2%. صح. السنوركل انت قريب والارض قريبه منك، في اعماق توصل انت ل 30 35 تشوف شغلات ثانيه. اعمق شيء انت قاعد توصل له كم؟ طبعا احنا المسموح لنا لما تاخذ سبيشاليتي ديب توصل لل 40. نعم. طبعا بعد ال 40 في الغوص الحر يصير. الغوص الحر قصه ثانيه لانه هو ياخذ الهواء. إيه. لا نقصد الجاذبيه تصير ما تاثر وياه، تاثر بالحبل انه يمسك. نعم. بس هو ياخذ الهواء من فوق. إيه. وينزل فيه ويطلع بنفس الكميه. تمام. انت لا قاعد تتنفس هواء مضغوط تحت الماء. أيه. هذا ياثر عليك. فمن ال 40 وتحت يغوصون تكنيكال. زين الكاميرات انت شلون هني تتحكم فيها بالوزن
بطارية ما تخلص. انت تحسب حسابك بالبطارية، ما تقدر تبدل يعني، ما تقدر تبدل تحت. ما يصير، ما تقدر. راح تخترب، ما تقدر تبطل الهاوزنج. انت الهاوزنج او الغطاء يتسكر فوق الماء. اوكي. وتنزل فيها. انت صح. تحسب حسابك لانه اوريدي الحين. كم المدة تقريبا؟ كم ساعة تظل وياك البطارية؟ تعطيك 40 دقيقة 45 دقيقة اذا قاعد. طبعا اذا لما تصور فيديو يطول ويا يقل المدة. صح. بالفوتو لا، يعطيك ابو ساعة، ساعة ونص. صح. مرات ساعتين. انت ما توصل للساعتين، انت حدك 40 دقيقة، وخاصة تتعب المصور راح يستهلك هواء زيادة عن الغوص العادي. نعم. لانه يبي قاعد يركز ويضبط كاميرته. صح. ويبي يعني يمكن تلقاه قاعد ويفتر و فباله مويه. صح. يمكن يستهلك هواء، فما تطول. ايه. انت نص ساعة، 35 دقيقة، 40 دقيقة. ايه. ماكسيموم 50 دقيقة وتصعد. البيئة البحرية بشكل لحظة دوب بدش لي بالبيئة البحرية. بدش لك بالبيئة الكويتية. ايه لا 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 ببين لك على الجزر والاماكن. اوكي. هذا اللي ينطرها الحين المشاهد. توكل على الله. بطلع بهذا التقرير وراد وياكم مرة ثانية مع مهدي بن حيدر. رياضة جميلة لها عشاقها وجمهورها، وهي رياضة الغوص تحت الماء. طريقة يصل الناس بواسطتها إلى عالم جميل وعجيب تحت سطح المحيطات والبحيرات والأنهار. يستمتع كثير من الناس برياضة الغوص تحت الماء، ويقوم بعضهم بالغوص لدراسة الأحياء المائية والتقاط الصور ولصيد حيوانات مائية، أو لمجرد حب المعرفة والاستكشاف. ردينا وياكم. والبيئة البحرية في الكويت، أول شيء كم جزيرة عندنا؟ عندنا تبع عدهم؟ لا إيه تبع أي يلا عدهم. لا عدو وايد. تسعة. حلوين تسعة. ترى في عشرة بس مو رسمية. شالوها. إيه شايلينها. إحنا خلنا على التسعة الرسمية. أحلى جزيرة تغوص فيها. مالديف الكويت. جارو. 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 طبعا لنا شوي ما ابي اذكر لك والله، من تقول لي قارو اذكر الشوك اللي دش. يبي لك دوره غوص. اي حيل يبي لك والله حيل. قارو اول شيء الميزه فيها انها شويه بعيده، يعني صارت معلم سياحي اليوم حقنا احنا ككويتيين. نعم. خاصه في فتره كورونا بعد ما يعني انهوا الحظر. ايه. الناس قام ما تقدر تسافر. صح. فالمتنفس الوحيد البحر، الجزر. او تلقى مثلا اللي اخور عند ربعه ديوانيه. حلو. صحيح. نتكلم عن اللي راحوا البحر. ايه. يوم رحنا احنا هم يعني احنا على قولتهم نبي الماي المالح. ايه. جسمنا قام يحكنا، قاعد انت تقريبا 14 16 ما ماكو بحر. صحيح. رحنا قارو متغيره من بيئه بحريه نفس ما قلت لك مساء في بطوله البرتغال. ايه. المحور الفيديو انه بعد كورونا ما صار في تلوث. ما تلوث. حلو. هذا اللي شفناه صدق احنا. فاستأنسنا والله، سمك ملون. حلو. ردت الحياة فيها. ردت الحياة. نعم. ونتمنى ان الناس تحافظ على هالبيئة، لان احنا شلون يحافظون عليها؟ والله انا اوجه رسالة، بالعكس انت قاعد تعيش هذا الشيء، قاعد تشوفه. احنا اول شيء اللي قاعد يقط السن قاعد يقط على المرجان، هذا غلط. احنا حطينا يعني في ناس حطت مرابط. حلو. حوالين الجزر. اربط على المربط. ايه. والله يقول لك المربط زحمة، زين استأذن من الطراد اللي رابط، ابي اربط وراك. اوكي. يعني انت لا ما يخالف، اذا شفت عائله ما تروح انت شباب عند عائله. صحيح. تروح عند الشباب. نعم. ولد عمي ابي اربط عند طرادك، ابي اغوص، ما ابي اقط سن هني. اي. لا تقط على المرجان، قط السن بالرمل ما في مشكله. حلو. بس انت قاعد تقط على المرجان قاعد تكسر ما المرجان. تحس. نعم. والمرجان يبي له سنين 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 عشان هذا ما يتكون مره ثانيه. يتكون مره ثانيه. فالبيئه تطورت هناك يوم رحنا شفنا المكان. لا والله صار عندنا سمك ملون في بس مو كبار، صغار. مو صغار. إيه؟ صح. احنا نقول هم يعني حط لك اجلكم الله علبه نفايات قط. إيه؟ وصاختك داخل. حلو حلو. لا تقط بالبحر. صح. احنا الحمد لله اليوم عندنا بحر. نعم. في دول ما عندها بحر. اي والله صدق. صح. اللي تمام. يمكن اتوقع بطولاتهم ما يسوونها بالبحر. نعم. يسوونها بالمسبح. نعم. فاحنا اليوم عندنا بحر لازم نحافظ عليه. نعم. قدرنا نسوي شيء حق الغواصين. ايه. بالاخص اللي يصورون تحت الماء. ايه. سوينا بطوله الكويت الاولى المفتوحه للتصوير. ألو. تحت الماء. ألو. في جزيره قارو، هذه كانت في 2022 شهر 10. طبعا اول ايام قلت لا ما راح يجون، راح يقولون والله قارو نصور قارو. ألو. اصدمت من العدد انه يولي 50 واحد ما شاء الله. لان في كاميرات معينه مخصصه ولا اي كاميرا؟ انا ما حطيت كاميرات معينه. ايه. عشان اجذب اللاعب. ممتاز. انت اليوم من يعني عادي موبايلي اصور
موبايل ما كان مسموح في القانون الدولي، وأنا طبقت القانون الدولي في البطولة، لكن اليوم مع التحديث الجديد للقانون صار إن في الموبايل مسموح، فإن شاء الله راح نسوي بطولة يكون مسموح فيها الموبايل. الله يوفقكم من خلال وجودكم في الاتحاد الدولي في هذا الجانب، وبلا شك القوانين اللي قاعد تضيفونها وتعدلونها وتحذفون وتحطون هذا يمثل الكويت، وبلا شك يمثل الشباب الكويتي. الله يوفقك ويوفق جميع البقية، وإن شاء الله في تنظيم أيضا أي بطولة تشاركونها تحققون فيها أشياء، ومن خلال أيضا نجاحكم في تنظيمها. كل الشكر لك. شكرا لك. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام، كنا وياكم في حوار جدا مطول وشيق مع كابتن مهدي بن حيدر المتخصص في التصوير ما تحت أعماق البحار. فما الله.